حياكم الله مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. المدى: اتفاق بين بغداد وأربيل على السياسة النفطية والديون وتوحيد إجراءات المنافذ. العرب اللندنية: ساحات العراق لن تفرغ باغتيال الناشطين. الزمان: موسكو، مزاعم لقاح كوفيد 19 غير آمن، لا أساس لها. عربي 21: عباس ليس محق الإمارات التحدث باسم الشعب الفلسطيني. العربي الجديد: انتقادات عراقية لزيادة إيران انتاجها من النفط المشترك. الهيئة نت: هجوم صاروخي جديد يستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة. ساندي تايمز: بعد انفجار بيروت شعبية حزب الله تتراجع حتى في معاقله القوية. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات، ووجدنا مقالا في صحيفة المدى كان في متنه: عندما تقرر عشيرة أن تستخدم الهاونات والأسلحة الثقيلة وتقتل الأبرياء من دون ذنب من أجل نزاع عشائري وبصمت وخوف من الأجهزة الأمنية، وعندما تشاهد صورة قائد عمليات البصرة وهو مسرور وتبدو عليه السعادة لأن عشائر الزبير وافقت على أن تعلن هدنة وسحبت هاوناتها ومسلحيها من الشوارع، وعندما يغتال الشباب أو يغتال الشباب لأنهم خرجوا بمظاهرات رافضة للنظام فأنت تعيش وسط غابة وليس دولة. هذا المقال كتبه علي حسين. عندما تجد المحافظ يترك شؤون المحافظة ويذهب للتسامر مع شيوخ العشائر ثم يلتقط صور سيلفي لموائد الطعام التي تذكرك بولائم قريش في فيلم الرسالة، وعندما يلجأ المسؤول الحكومي لقانون لجواما العشائرية، وعندما يصلب طفل بعمر 14 عاماً بعد تعذيبه وتلقيه مثل الذبيحة في الشارع، عليك عزيز المواطن أن تدرك أنك لا تعيش تحت ظل دولة لها مؤسسات وأجهزة أمنية، وإنما في ظل قبائل وجهات عشائرية تجد أن علمها وقانونها أهم وأبقى من علم وقانون الدولة. عندما بدأنا نقرأ في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشاهد في الفضائيات عناوين مطلوب عشائرياً وجوامة عشائرية، فإننا أيقنا جيداً أن الخراب قد حل. وعندما أصر البرلمان على إصدار قانون العشائر بدلاً من قوانين لتطوير التعليم والضمان الصحي، دعونا لا نبحث عن مبررات لما يجري في البصرة من خراب وفشل وفقر وبطالة وسرقة للثروات. ماذا يعني لساكني المنطقة الخضراء أن أكثر من نصف الشعب يعانون العوز وغياب الخدمات؟ لا شيء مهم ما دام هناك في البرلمان من يعتقد أن العالم يتآمر على التجربة العراقية العظيمة. عندما تقسم البلدان إلى قبائل وطوائف فإنك بالتأكيد تصر على أن هذه البلاد ليست دولة مؤسسات ولا وطن، لكن ماذا عن الذين يريدون أن يفرضوا قناعاتهم العشائرية على محافظة بأكملها؟ الجواب ربما نجده في الولائم التي تزينها صورة محافظ البصرة. لم ينتهي مسلسل اغتيالات الناشطين العراقيين، وكان اغتيال الناشط أسامة تحسين بمدينة البصرة رسالة للمتظاهرين أنهم مستهدفون، لكنهم رغم ذلك مصرون على مواصلة ثورتهم. تقرير كتبته صحيفة العرب اللندنية حول ساحات التظاهر والاغتيالات.
أعرب ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن اغتيال الناشط البارز في احتجاجات البصرة أسامة حسين ب21 رصاصة رسالة ترهيب من الميليشيات للمتظاهرين، خصوصاً في توقيتها بالتزامن مع أربعينية اغتيال الباحث والصحفي هشام الهاشمي، لكنهم مصرون على الاستمرار في ثورتهم. وأقدم مسلحون على اغتيال تحسين في مركز لتقديم خدمة الإنترنت يملكه في شارع البهو وسط مدينة البصرة جنوب البلاد، وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى مقتله على الفور. وقد أصيب شخص آخر بجروح صادف وجوده في المركز لحظة وقوع الهجوم. وجاء اغتيال تحسين بعد أيام من نشره تدوينة على صفحته في فيسبوك يرد فيها على ابنته التي طلبت منه عدم الخروج خوفا من أن يقتله أحد، فقال لها في منشوره: إن لم نطح بهم، أي الطبقة السياسية الآن، لن يطيح بهم أحد أبدا. هذه فرصتنا الأخيرة للإطاحة بهم، لا يجب أن نضيعها. وكان تحسين أحد الناشطين البارزين خلال التظاهرات ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج والتي عمت العراق في الأشهر الماضية. ويقول ناشطون مقربون منه في مدينة البصرة إن تحسين كان قائداً حقيقياً لاحتجاجات البصرة ولديه تواصل مع جميع النشطاء في باقي المدن. استهداف الناشطين وكتم صوتهم سيهز البصرة والعراق بشكل عام، وباغتيالهم يقولون للمتظاهرين في الساحات العراقية: إننا نقتل الوجوه البارزة لديكم وسنستمر في استهدافكم الواحدة تلو الآخر. وحمل ناشطون السلطات الأمنية وقائد الشرطة في البصرة رشيد فليح مسؤولية اغتيال الشحماني لأنها فشلت في توفير الحماية للاحتجاجات، لا سيما وأن تحسين قد انتقد فليح في عدة تدوينات على مواقع التواصل، وأفاد أنه خلال عامين من استلامه منصبه لم يتم تحقيق أي إنجاز يذكر سوى قتل المتظاهرين. مع ارتفاع درجات الحرارة أصبح الحديث عن الكهرباء له شجون في بلادنا، فنحن في مختلف المستويات نعيد ونكرر ونلوك الكلام عن تردي الكهرباء بدون فائدة، ولا نريد أن نقلب مواجع العراقيين ومعاناتهم طيلة 17 عاما مع وزارة الكهرباء التي تناوب على استزارها ما يقرب من 10 وزراء دون أن نتوصل معهم ومع المسؤولين فيها إلى حلول ناجعة تطمئن المواطن في الحصول على التيار الكهربائي وتنفس عنه بطش بعض أصحاب المولدات. ولن تبرأ هذه الوزارة من الفشل إدارة وتخطيطا ومعالجة لهذه المشكلة. مقال للكاتب صادق رحم جبر نشرته صحيفة الزمان العراقية. المكشوف لحد الآن أننا صرفنا ما يقارب من 62 مليار دولار على الكهرباء فقط، وهو ما يعادل تأسيس كهرباء في 3 دول نامية. المرارة ستكون أكثر وقعاً عندما نعلم أننا صرفنا هذا المبلغ الخيالي الذي اقتطعناه من أموال الشعب ومن أموال أطفالنا دون أن نحقق أي تقدم يذكر في تحسين التيار الكهربائي. فاللغز أكبر من أن يحل بعدة سطور، رغم أن إصلاح المنظومة الكهربائية لا يحتاج إلى معجزة من السماء، وهناك العديد من الحلول إذا استبعدنا المنافع والمصالح والمفاسد. ما نريد قوله للتاريخ وهو المهم أن العراق اعتمد طيلة السنوات الماضية على استيراد أو شراء الكهرباء من أصدقاء لسد النقص، أو كما يطلق عليه البعض بالربط الكهربائي. وقبل أيام كان هناك حديث عن اتفاقية للربط الكهربائي مع دول الخليج العربي، وبغض النظر عن المسببات التي جعلتنا أو جعلت الأشقاء يستيقظون بعد 17 سنة من الحرمان للعراقيين، فإن ما نريد قوله
إن استيراد الكهرباء من أي دولة أو طرف لن يحل مشكلة الكهرباء بصورة جذرية في بلدنا، لأننا سنبقى بحاجة إلى الدول التي تزودنا بالكهرباء، وأي تغييرات تطرأ في تلك الدول سواء كانت سياسية أو متغيرات اقتصادية أو طبيعية مثل الفيضانات والحرائق والزلازل، فإنه يؤدي إلى توقف تجهيزنا بالكهرباء، وبالنتيجة نعود لنقطة الصفر. كما أن الاتفاقيات الخاصة باستيراد الكهرباء لا تبني للعراق محطات كهرباء وطنية ومنشآت قادرة على مواكبة احتياجات العراقيين. لذلك أعلن المسؤولين في وزارة الكهرباء توضيح الاتفاقيات الموقعة، هل هي لاستيراد الكهرباء أم للربط المشترك؟ ولماذا نلجأ للاستيراد وليس لبناء محطات كهربائية جديدة من قبل شركات محترمة لها اسمها، لتكون هذه المحطات ملك للعراقيين؟ كان للبنان بصمة مميزة في كل أنواع الثقافة والمعرفة قبل أن يختم الخامنئي بصمته، فمحيت بقية البصمات، ونجزم أنه ما لم ينفك الرباط بين المافيات أو مافيات الفساد والميليشيات المسلحة لا يمكن أن ينهض العراق ولبنان أبدا. المشكلة واحدة والحل واحد، هكذا يرى الكاتب علي القاش في مقال نشرته مجلة الغارديان. الدستور أسس لقاعدة إلغاء المواطنة عندما استبدل فقرة المواطنين بالمكونات، فكانت الضربة القاضية للمواطنة. كان تقاسم المناصب اعتباراً من رئيس الجمهورية إلى المدراء العامين يتم وما زال وفق المحاصصة الطائفية، فرئيس الجمهورية من الأكراد، ورئيس البرلمان من السنة، ورئيس الحكومة من الشيعة، علماً أن رئيس البرلمان السني لا ينصب إلا بعد موافقة الجانب الإيراني، وهذا ما يقال عن رئيس الجمهورية والوزراء السنة، وينطبق أيضاً عن التمثيل الدبلوماسي في الخارج، فالسفير الشيعي مثلاً يكون الشخص الثاني في السفارة من الكرد أو السنة، والشخص الثالث من الشيعة أو الكرد، وهكذا الحال بالنسبة للسفراء الكرد أو السنة. ولو نظرنا إلى نظام المحاصصة في لبنان سنجد نظيره في العراق، عبارة عن نسخة طبق الأصل. وإن الميليشيات الولائية في النهاية متمثلة بحزب الله والحشد الشعبي في العراق، هما القوتان المتحكمتان في إدارة الدولة وكل المفاصل بما فيها السلطات الثلاث والإعلام، ولا يجري أي تغيير في المناصب في العراق ولبنان إلا بصدور أوامر من الولي الفقيه في طهران. في لبنان تجد تنظيم الدولة يجري بطريقة شاذة لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم قبل أن يكرر العراق نفس التجربة، ففي البلدين لا يشير الدستور إلى توزيع المناصب حسب الأديان والمذاهب والقوميات، بل هي أعراف ابتدعتها الأحزاب الحاكمة فصارت بحكم القانون. الطائفية في البلدين وصلت إلى مستويات تجاوزت المناصب العليا في الكليات العسكرية والأمنية العراقية، تبلغ نسبة الشيعة حوالي 90%، وفي وزارة الداخلية جميع المدراء والقادة من الشيعة فهي مغلقة على الشيعة فقط. أما في وزارة الدفاع التي يستوزرها وزير سني، تجد جميع قادة الفيالق والفرق والألوية والأفواج وقادة العمليات والتدخل السريع وقوات سوات ومكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب من المكون الشيعي، بل إن جميع عناصر هذه القطاعات من الشيعة حصرا. وهذه المحاصصة تجدها في لبنان ربما بصورة أوضح. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقامة علاقات مع دول الخليج لم ينجح لأنه أصبح أكثر إقناعاً، ولكن
لأن دينامية المنطقة والعالم تغيرت. وأكدت الصحيفة في تقرير ترجمتها أن نتنياهو منذ عام 2009 وهو يخبر الإسرائيليين أنه يستطيع إقامة علاقات مع الدول العربية دون الحاجة لإقامة سلام مع الفلسطينيين، وحقق ما يريده يوم الخميس عندما أعلن عن اتفاق التطبيع مع الإمارات. نتنياهو قام في كل مناسبة سنحت له بمضايقة دول الخليج ودفعها للخروج من التعاون السري مع إسرائيل والكشف علناً عن العلاقات، ومرة بعد الأخرى تردد قادتها وطالبوه بحل نزاع مع الفلسطينيين، ثم بعدها يكون لكل حادثة حديث. وبدأ نتنياهو في حديثه المتواصل عن علاقات مع دول عربية وإسلامية منفصلاً عن الواقع أو حالماً، لكن الاتفاق الذي عقده مع الإمارات كان نتاج تطورات بالمنطقة مثل الربيع العربي الذي أعطى دول الخليج صورة من أن الغضب الشعبي بسبب القمع والفساد هما أخطر على حكمها من أي تداعيات بسبب الفشل في التضامن مع الفلسطينيين. ولفتت الصحيفة إلى أن الربيع العربي غير الحسابات الخليجية عندما وقفت إدارة باراك أوباما متفرجة على سقوط نظام حسني مبارك في مصر ورفضت التدخل في سوريا حتى بعد استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين. أما العامل الأخير فهو التأثير الإيراني المتزايد في المنطقة من اليمن إلى العراق ولبنان وسوريا، حيث بدأت دول الخليج ترى في طهران تهديداً أكبر عليها من إسرائيل، فلم تتردد في حملتها ضد إيران. وأردفت الصحيفة قائلة اكتشفت إسرائيل مع زيادة تنسيقها السري مع العالم العربي أن الكثير من دوله كانت عملية ومتعاونة رغب شجبها العلني لها ودعمها للمبادرة العربية التي اشترطت حل النزاع الفلسطيني أولاً قبل أن تقدم نحو التطبيع. مع توقعات عالمية بهجوم جديد لفيروس كوفيد-19 أو ما بات يطلق عليه في الإعلام الموجة الثانية، تتزايد المخاوف والقلق مع عدم توفر لقاحات مسجلة علمياً حتى الآن، إذ عاد انتشار الفيروس إلى الارتفاع في عدة دول أوروبية مثل ألمانيا. لذلك تدرس عدة دول أوروبية فرض إجراءات احترازية للحماية من الموجة الجديدة للجائحة، لكن يبقى الأمل معلقاً على طرح اللقاح للاستعمال. ولكن هناك حرب لقاحات بين الدول، مقال للكاتب صادق الطائي بصحيفة القدس العربي. أول الدول التي أعلنت عن تسجيل لقاح كوفيد-19 كانت الصين، ثم تلتها روسيا، وترافق الإعلان عن اللقاح الروسي بتنويه مفاده أن الإنتاج التجاري للقاح سيبدأ قريباً وأن 20 دولة طلبت حوالي مليار جرعة من اللقاح. الإعلان عن تسجيل اللقاح الروسي أخذ سمة سياسية واضحة، فرسائل السياسية الروسية الموجهة للغرب في حرب اللقاحات كانت حاضرة، إذ أطلق على اللقاح الجديد اسم سبوتنيك 5 في إشارة غير خافية إلى سباق غزو الفضاء بين السوفييت والأمريكيين، عندما تقدم الاتحاد السوفيتي خطوة على منافسيه وأطلق أول مركبة فضائية خارج الغلاف الجوي للأرض في نوفمبر تشرين الثاني من عام 1957، وكانت تحمل اسم سبوتنيك. من جانبها شنت عدة دول غربية هجوماً اتخذ شكلاً علمياً لكنه كان يحمل إشارات سياسية واضحة. فقد قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الكرملين يضحي بسلامة مواطنيه، مشيرة إلى أن ظروف تطوير اللقاح أثارت المخاوف في موسكو وفي الدول الغربية بشأن سلامة اللقاح.
سجلات منظمة الصحة العالمية تشير حالياً إلى وجود أكثر من 140 لقاحاً في مراحل التجارب قبل السريرية، أي التجارب على الحيوانات في مختلف دول العالم، كما أن هنالك 19 لقاحاً في المرحلة البشرية الأولى و11 لقاحاً آخراً في المرحلة البشرية الثانية و8 لقاحات في المرحلة البشرية الثالثة ولقاحين في مرحلة الترخيص للإنتاج، بمعنى أن هنالك 30 لقاحاً في مختلف دول العالم ستطرح للإنتاج مطلع العام المقبل. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً حول الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في العاصمة العراقية بغداد، معتبرة أن هذا المستوى من الحرارة يشير إلى التغير المناخي العالمي. وقال معداء التقرير الصحفيين لويسا لافلوك وكريس موني إن الحرارة في العراق ليست عادية بل قاسية جداً وحطمت الأرقام القياسية. ويقول الخبراء إن الأرقام القياسية مثل التي شهدناها في بغداد ستستمر مع تقدم التحول المناخي. وقال جوهانس ليليفيلد الخبير في التغير المناخي بالشرق الأوسط في معهد ماكس بلانك في ألمانيا إن الحرارة أكثر كل عام، وعندما تبدأ ترى درجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية يصبح الأمر مهدد للحياة، وتضع الحرارة الضغط على شبكة الكهرباء المنهارة أصلاً، والناس الذين يستطيعون شراء الكهرباء المولدة بمولدات خاصة لتشغيل عدد من الأنوار ومروحة يفعلون ذلك، أما من لا يستطيع شراء تلك الخدمات فيعانون من الحر والظلمة. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن بعض صور الكاريكاتير التي انتقلناها لكم من صحف اليوم. برنامج صدى الأقلام انتهى. مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، وإلى اللقاء.